شيء واحد، لا ننسى بأن التكنولوجيا يختلف عن الإنسان. إنسان لديه القدرة في التنمية والتطوير والتكنولوجيا، لكن إنسان لا يملك قوة بأن يعالج الإنسان، لأن الإنسان مخلوق إلهي وليس جهاز آلي يصنع وبالتالي يبدل قطع غياره ويضخ بوقود اصطناعية من صنعها الإنسان. لا، الإنسان هو مخلوق، إذن يحمل جانب واحد هو الجسد، جانب ثاني الروح. لذلك أي شيء يدخل في جسم إنسان غريب يقوم جهاز مناعي يرسل هذه الجيوش لكريات الدم البيضاء، مجموعة تقريبا أنواع، تقريبا 6 أنواع. هذه كريات الدم البيضاء وظيفتها تقوم عملية ابتلاء هذا الجسم الغريب. هذا شيء واضح جدا. بالتالي إذا هذا الجسم الغريب، طبعا احنا نقول الكيماويات الأدوية إذا تمثل جسم غريب، لماذا؟ تحمل مواد كيميائية وهي من صنعها الإنسان. إذا حان الآن وقت التغيير، حان الآن نقول لا، يعني هذا أمر رجع إليك، أنا ما أريد أوقف الأدوية هذا، بس راجع مع طبيبك، بحيث أن الطبيب له يعني خصوصية، له تميز، بحيث هو في وظيفته أن يعمل يقوم بعملية التشخيص وإيجاد ما هي المشكلة التي تعاني، وما هو ما هي الحالة الصحية أو المرض الذي أصابك. ومن ثم نحن هدفنا أن أيضا أطباء هذه وظيفتهم لما يجي وقت الشفاء علاج يتحول شخص أو يقوم المريض اسمه الطبيب في عملية رعاية صحية. رعاية صحية أي يحاول تفادي استخدام الأقراص غير الطبية من خلال طرق علاجية طبيعية، وبالتالي عملية الإرشادية، وبالتالي في والتأكد ومتابعة وضع صحي للشخص المصاب سواء التهاب أو مرض أو أي حالة صحية، وبالتالي مساعدة والممرضين وكوادر كلهم. يعني نحن هدفنا تحويل هذا النظام إلى نظام في القرن 21، أي معناه تكون بدل كل هي يعني مستشفيات تبقى متعلق في الحوادث، ونحن على يقين أن سيكون أيضا في المستقبل اكتشاف حتى ما يتعلق في الحوادث، أن الإنسان المصاب بخلال الحوادث تحصل صحيح، تتم العملية الجراحية، لكن الأدوية التي تستخدم تكون مقربة للبيئة، مقربة للإنسان، صديق للإنسان، أي معناه أن كلها طبيعية، يعني طبيعية لا تضر. يعني بس هذا موضوع ما ليس بهذا الوضع اللي نتحدث عنه، نحن نتحدث كيفية أنك تعيد إحياء جسمك. إحياء يعني معناه أن تعيد تنشيط جسمك في حتى يعيد قدرته، ما هو مرتبط بالطب الأستيوباثي أو طب التقويم أو طب العظام، بقدرته الكامنة في الشفاء ذاتي، الصيانة الذاتية والوقاية الذاتية. وفي ذي الحالة إذا مريت بأي حالة صحية يعني غير منتظمة، اجعل جهازك المناعي، هذه نعمة ربانية، جهازك المناعي هو الذي يقوم بيؤدي وظائفه. فبالتالي لما تقوم باستخدام اي دواء خلاف اللي هو الطبيعي الذي من اساسه تكونت بداخل رحم امك، وبالتالي وهي كلها بالتحديد الماء والطاقه والهيدروجين والاكسجين وجميعها لا تتوفر الا من خلال الماء الساخن فقط، لا البارد ولا الفاتر ولا الحار ولا المغلي، الماء الساخن. وكما اسلفنا مرارا، لذلك هذا التغيير الكبير راح يحصل نتيجة، لأن قبل موضوع هذا فيروس كورونا المستجد بدت المؤشرات كلها تشير، طبعا هذه إحصائيات مؤكدة من اللي هو Global Wellness Institute، هي نسميها بالعربي معهد العالمي للرفاة، المعهد الدولي للرفاة Global Wellness Institute. وظيفته انه وظيفه هذا المعهد في عمل احصائيات دقيقه فيما يتعلق في الاقتصاد العالمي في الرفاة او اللي هو سوق الرفاة او الونس اندستري. توضح بان في عام 2017 يعني كانت التكاليف اللي هي سوق الرفاة او الصحه والعافيه العالميه بعيدا عن استخدام الأقراص الطبيعية، لأن هم ما يعتبروا هذا جانب آخر، ووصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي. بينما لما ندخل في موقع آخر متعلق به خاص به السوق العالمي للكيماويات اللي يتعلق بالأدوية الأقراص الطبيعية فارماسيوتيكال إندستري، وصل إلى 933 مليار دولار. إذا حنا نقول
930 مليار دولار امريكي او 980 تقريبا، هو اقل من مليار من تريليون دولار امريكي، وهو في حدود 900 وشيء وكسور. لا هذا طبعا من موقع يسمى research.com او market research.com، ممكن تبحث عنه market research.com. طبعا اذا نقارن ما بين الاثنين، سوق العالمي للعقاقير الطبيه اللي هو صناعه الادويه، شركات صناعه الادويه اقل من تريليون دولار امريكي، يعني 900 وكسور، 930 ولا شاذ او 50 او المهم اقل من تريليون. والسوق العالمي للعافيه كما اسلفته هذا كم؟ 4.2 تريليون دولار امريكي، وهذا اقل من تريليون دولار امريكي، اي خمسه اضعاف تقريبا، خمسه اضعاف. معنى ان فعلا هذا في هناك تغيير كبير جدا، معنى ان الانسان المعاصر اليوم بدا يتردد بشكل خيالي، انه يعتمد جسمه استخدام العقاقير الطبيه. فكم الانسان يقول انا خلاص كافيا انتهى، لا استطيع اتقبل بان جسمي كمعمل مختبري يتناول هذه الادويه وهي كلها محمول من مواد كيميائيه، والمواد الكيميائية لا تعالج أسباب المرض بل فقط أعراض المرض، وبالتالي يعني وبالتالي قد يعود المرض مرة أخرى أو يبقى مرض مستعصية، لأن فشل هذا الدواء في علاج الإنسان أو المريض أو الشخص المصاب. وخرجنا عن الطبيعة، خرجنا عن كيف خلقنا، يعني القدرة الإلهية في الله تعالى حين خلق الإنسان ونفق من روحه، وبالتالي خرجنا عن هذا طبيعة الخلق. وبطبيعة الخلق لأن عملية تكوين بداخل رحم الأمة، هذه كلها مؤشرات واضحة جدا جدا. ذلك اكتشاف العلاج بالماء الساخن أصبح هو كثير كثير في هذا العصر القرن 21. ونقول نحن لا نتحدث شركات الأدوية، هم طبعا لما جو وقت كان في وقت ما هم هدفهم نبيلة، هدفهم نبيلة، لا نسي فهم في هذا الجانب، لأن هم دفعوا أموال طائلة مليارات من الدولارات في تأكد من تكون في أدوية بدراسات معملية وسريرية دقيقة تنفع للإنسان. إذا هدفهم نبيل، هدف أن شفاء المرضى، إنسان مصاب من المرض. وكذلك حتى الأعشاب قبل ذلك كان هدف نبيل، بس هي تغيرت من تغيرتها في الحياة العصرية evolution. هذه التغييرات تحصل في جميع المجالات، ولذلك لما جاء في اللي هو العصر الطب اللي هو التقليدي يسمى في الغرب اللي هو الذي يعتمد على العقاقير الطبية، الآن هذا كله مؤشر بأن فعلا العالم يتجه إلى نظام شامل صحي بكل معانيه. ونحن بحفظ الله تعالى مش فقط إسهامنا فيما يتعلق بهذا الشيء الطبيعي، لكن هدفنا تكون موجودة فيها مشاريع متنوعة تهدف لجميع فئات من البشر، حتى الفقراء لهم الحق يكون لديهم الرعاية الصحية الشاملة بدون أي صعوبة من خلال المنظمة غير ربحية. وبالتالي هذه المنظمة التعاهد تكون في عملية نشر الوعي، إقامة مؤتمرات وندوات وتشجيع المبتكرين فيما يتعلق في الجوانب تعلق دراسات علمية ومعملية وابحاث فيما يتعلق في العلاجات الطبيعية. هذا هو هدف المنظمة، غير طبعا تكون مشاريع أخرى تهدف مختلف الفئات البشرية. وبالتالي مثل المركز الصحي اللي هو مركز رفاع، ومركز رفاع مع النظام السكن ومنتجع، منتجع كأنه فندق، منتجع وسبا كأنه في النظام فندق خمسة نجوم، ويكون في كوادر متخصصة من الأطباء من الكوادر الطبية المختلفة، بس في وظيفتهم عملية تشخيص الحالات غير الطبيعية، وحتى لا شرط يكون أشخاص يعني المرضى أيضا، حتى ممكن شخص عادي يعني الذي يريد يحافظ على صحته. وبالتالي كل حصل هذه الخدمات في إطار منظوم واحد، هو إطار يعني منتجع واحد، وبالتالي تكون في كوادر مختلفة في ما يتعلق في نظام التغذية متخصصين، ويكون في ما يتعلق في الأكوبانشر اللي هو الإبر الصينية والتدليك الطبيعي وروما تيرابي
علاجه بالالوان، علاجه بالصوت، وعلاجات مختلفه، ومن ثم الشخص بنفسه يختار البرنامج الذي يناسبه ويدخل فيه برنامج الماء الساخن في عمليه توعيه، في عمليه الارشاد، وبالتالي كل هذا بالكل في منظومه واحد، وفي خلال تلك الخدمات التي سميناها في خلال المنتجع. وكذلك المدن، يعني تفتح مدن وتختص فقط اللي هي بجال خدمات الصحيه الطبيعيه. لذلك هذا تماشيا ايضا الاطباء والعلماء الذين كانوا يتحدثون عن المستقبل. توماس اديسون يعني مكتشف اكثر من 500 اكتشاف، منذ هو معروف هو اكتشف اللمبه الكهربائيه، يعني قال الطبيب المستقبل ما راح استخدم الادويه في رعايه، في اطار رعايه المرضى فقط، فقط في اطار النظام الغذائي، وطبعا الماء الساخن يدخل في النظام الغذائي.